الجيش الوطني الشعبي مهام جسيمة في الدفاع عن التراب الوطني وحماية حدوده وسيادته، وحضور دائم وفعال إلى جانب المواطنين خلال كل الكوارث والأزمات التي مست البلاد. فهو الدرع الواقي للأمة والسند القوي للشعب الجزائري في أوقات المحن. سجل التاريخ بأن للجزائر دوماً أبناء بررة لهم عزائم لا تقهر وسواعد لا تكل وهامات لا تنحني. العشرية السوداء التي عرفتها البلاد، أفراد الجيش الوطني الشعبي قاموا بواجبهم بكل إخلاص، واستماتوا في مكافحة الإرهاب وتصدوا له بكل شجاعة وإيمان. وبفضل تضحياتهم وبفضل النتائج الإيجابية التي حققتها المصالحة الوطنية، جئتكم رسول سلم وسلام، تم استعادة الأمن والاستقرار. اليوم ندعوكم لتعيشوا معنا عن كثب يوميات أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين ما زالوا مرابطين في الميدان للسهر على أمن المواطنين وملاحقة بقايا المجرمين حتى القضاء عليهم نهائيا. محطتنا الأولى كانت منطقة بوغار بولاية المدية، أين عايشنا عن قرب يوميات الفوج 104 للمغاوير التابع للقوات الخاصة الجيش الوطني الشعبي، التي كان لها دور هام في القضاء على الإرهاب وقطع دابره. رافقنا أفراد هذه الوحدة أثناء عملهم اليومي المتمثل في مراقبة المسالك وحماية المواطنين بهذه المنطقة. هم الآن يستعدون للقيام بمهمة ميدانية تتمثل في التنقل إلى منطقة مشبوهة لتفتيشها وتأمينها. هؤلاء الرجال جمعهم الواجب ووحدهم نبل المهمة. لا مكان بينهم لمن لا يعرف معنى الصبر والتضحية ونكران الذات. في هذه الأثناء يقوم قائد الفصيلة بتقديم آخر التعليمات لأفراده قبل الشروع في المهمة. الجميع واعون بجدية الأمر وصعوبة المهمة، لكنهم مستعدون لتنفيذها بكل عزم مهما كلفهم الأمر. هذه المهام والعمليات تنفذ غالبا استنادا إلى معلومات دقيقة، مما مكن وحدات الجيش وقوات الأمن من تطهير أغلب المناطق التي كانت فيما سبق توصف بالخطيرة، بعد تدمير مجموعات الموت وشل تحركاتها ومحاصرة فلولها. مما مكن من استرجاع كميات هائلة من الذخيرة والأسلحة كانت موجهة لقتل الجزائريين. منطقة الكاف الأخضر بولاية المدية عرفت أوقاتا صعبة واستحالت فيها الحياة في فترة ما. المجرمون الدمويون عاثوا فيها فسادا، فهجرها سكانها وأضحت خالية على عروشها. البلدية عرفت مرحلة صعبة وصعبة جدا، لأنها باختصار هي بلدية أصلا بلدية معزولة. تم حرق البلدية، تم قطع الطرق،
يعني ما خلوش الحياة المواطن هنا البسيط ما عليه إلا حاجة الناس كلها.